انطلقت فعاليات رياض نعيد وستستمر خلال الأيام الثلاث الأولى من عيد الفطر. وشهدت ساحة ميدان العدل أحد الساحات الرئيسية في منطقة قصر الحكم الافتتاح الرسمي للاحتفال عبر عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المهمة، وشملت العرض السعودية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. احتوت ساحة ميدان العدل أيضا على مسرح رئيسي مجهز بشاشة كبيرة لعرض محتويات إعلامية وفواصل لفقرات الحفل، ويتضمن المسرح فقرات رئيسية مثل اللوحات التمثيلية والعروض البهلوانية وفقرات الأطفال. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. علينا حظي شارع ثميري في أول أيام العيد بأجواء كرنفالية من خلال العروض الحية وعربات المطاعم والمقاهي المتنقلة، وتم تجهيز بوابة ثميري بالعروض الجدارية الضوئية وعرض يحاكي تاريخ سور الرياض. طبعا احنا عندنا البستاشي بولت او كرات الفستق، عبارة عن كرات بنكهات مختلفة، الفستق، الجوز الهند، جوز الهند المحمص، الحشو واحد لكن النكهات مختلفة بالبسكوت، هذا سنة متخصصين فيها بشكل عام. ما توقعت فعالية مرة قوية زي كذا، وكان يعني زباين مرة كثير بشكل بعدد مو معقول يعني. الحمد لله فعاليات ممتازة، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على هذا الترتيب الجميل والفعاليات الجميلة. والله العرضة أحسن شيء عجبتني. أول شيء أحب أبارك بمناسبة هذا العيد السعيد مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والأمة الإسلامية. والله نهني خادم الحرمين الشريفين ولي عهده والشعب السعودي والأمة الإسلامية. أحب أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وأحب أهني أمي وأبوي وإخواني وأصدقائي جميعا. أحب أهني الشعب السعودي كله والملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، الله يقوي وعسى القوة إن شاء الله. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض.